يعني انا مش شايف جمهور، شايف كورس. ما في غنية حقيقة بتغنية الا حافظينك. على كل حال سؤالي إليك هلا، انه حضرتك بتغني باللهجة اللبنانية وهيدي اللي ميزتك، بس بنفس الوقت في ناس بينتقدوا بيقولوا مثلا ليش ما بتغني مصري هيك لحتى تصير مشهورة اكثر بالمصر وهيك، شو ردك؟ انا بشوف انه مش رح اعرف غني المصري احلى من المصريين، وربيت على اللهجة اللبنانية وغنيتها وعملتها رسالة بصوتي من وطن لبنان لكل العالم، وبعرف انه كل الاخوان المصريين بحبوا لبنان وبحبوا سيدي فيروز والاستاذ وديع الصافي والصبوحة بلهجتهم اللبنانية وبعرف انه بيحبوني. مرة حدا كان عم بيقول انه ليش نجوى كرم ما بتغنيش مصري؟ نجوى لا، حدا يجيني رسائل من معجبين ومعجبات انه احنا حبيناك بلونك اللبناني. انا بشكرهم، بس هذا مش معناته اني انا ما بحب كتير المصري وما بحب السيدة ام كلثوم، بحب استاذ عبد الحليم حافظ كتير وبحب اغانيهم، والفنان اللي ما بيعرف بهود المدارس ما بيكون فنان. طيب ست نجوى، ما فينا ننكر انه البعض كان زعلان اذا في العبارة تكون خفيفة منك لانه ما غنيت اللهجة المصرية، ويمكن زعلوا منك وانه لا طالبوا انك مين تغني. البعض؟ مين البعض؟ البعض يمكن ما بقدر سمي، بس ممكن نقرا كثير انه لماذا نجوى كرم لا تغني ممكن اللهجة احنا المصرية. احنا ما زعلنا من حدا مصري ما غنى لبناني. بس انا بدي اسالك، ها هون ليه نحن ما بنطلب من الفنانين من الفنانين المصريين يغنوا باللبناني؟ يعني مثلا انا بحب كثير فنانين مصريين، بحبهم مصريين، صح احنا بنحبهم بلهجتهم، ويمكن هن بيقولوا انه منخلي المطربين اللبنانيين يلعبوا بملعبهم اللبناني، وهن يعني ليش اصلا دائما بده حدا يخلق نعره فيها حروب ما بين الامم وما بين الاوطان؟ يعني هل صرنا مصري لبناني بطلنا فن؟ ليش يعني اذا استاذ محمد عبده ما غنى اغنيه مصريه بطل مطرب عربي؟ اذا مثلا او اذا السيده ام كلثوم ما غنت اغنيه خليجيه بطلت مطربه عربيه؟ او يعني انا مش عم بفهم ليش دائما بده يخلقوا لنا حروب. انا بحب كثير المصريين، بحب الاغاني المصريه، بموت فيها، بتعجبني كثير اللهجه المصريه وبحسها سلسه، بس تقول اني انا مش ضليعه اكثر باللهجه اللبنانيه بكون عم بكسب. عم بتحافظ حضرتك على لهجتك اللبنانيه وعلى كمان لا هيدا اسلوب غنائي، اسلوب طبعا كمان في هنك، في هنك يعني في كتار بيغنوا البياتي حتى اللبنانيين، بس ما بدنا اللكنه البياتيه اللبنانيه الزحلويه. خلينا مش بس العالم تفتكر انه بس من لبنان ست نجوى بتاخذ جوائز، كمان مؤخرا مشان كمان يكون في اثبات اكبر اخذت جائزه من مصر، ولجنه الحكم كانت مصريه افضل مطربه عربيه. كانت مفاجاه لي مثل كل الناس، انا عرفت على التلفزيون ومن الفانز قالوا لي انه روتانا استلمت عني جائزة أفضل مطربة عربية لعام 2005. أنا بدي أشكرهم، وأنا بقول إنه هيدي الجائزة هي نوع من التقدير، بس الجائزة الكبيرة لما بتكون الناس عم تردد لك أغانيك. يا سلام. الجائزة طبعا بتكبر فيك نجوى كرم، بس نحن بدنا نثبت لهم كمان إنه نجوى كرم لما بدها تغني مصري فيها تغني مصري وفيها تغني للكبيرة الكبيرة أم كلثوم كمان. شو رأيك؟ أنا بموت السيدة أم كلثوم، وأنا بقول لك بحياتي عن جد ما غنيت مصري، بس أنا ما غنيت مصري لأنه ما غنيت أغنية خاصة مصرية، قلت لك لأنه ما بعرف لكم. وأنا إذا بدي غني أم كلثوم بدي اعتذر منها هي وتحت التراب، وبدي إلا أنه حبا فيها وبكل أهل مصر رح نغني أم كلثوم. نحن بمدندن الحقيقة سعيدين لأنه هي أول مرة نجوى كرم بتغني بالمصري. نحن كبرنا اليوم كمان كتير. حنغني مقطع صغير من دارة الأيام. أوكي. Thank you.
حلو حلو كتير طبعا. حتى المايسترو أنطوان شاك أنا سمعته فوق الغنية عم بقول برافو برافو مطروب مايسترو تحية تحية لهالشعب الطيب يلي أنا بحبه كتير، تحية للفن ولأهل الفن بمصر. الشاعر السعودي سعود الشربتلي كتب لك أغنية معاش من زعلك مزبوط كتبها حلو كثير. هل هذه التجربة هو قصدها أنه يكتبها باللهجة البيضاء؟ إيه صراحة يعني حاول يقربها لللبناني أو لل... إيه حاولنا أنه أنا شوي أقرب على البدوي الخليجي وهو يقرب شوي على البدوي اللبناني. طيب هل رح تعيدي هالتجربة هيدي؟ كانت أغنية بهواك تاني مرة وعرفت أختار، وكان في أغنية يا دنيا ليتش كمان من كلمات الشاعر بتلي. شو رح نسمع من شو بتكون نسمع؟ بهواك.